وكان المري والسروق جالسين بمجلس الامير. الامير الله يرحمه بقهوته له باب على البيت وله باب على برا على الشارع. السروق هذا اراد انه يهج، فقال للمري يا فهد، قال نعم، قال زوجة الامير ما ادري خالتي وعمتي ودي اسلم عليها، ولا ودي اسلم عليها والحديد بدي، ابيك تكفى تفك الحديد عنه وبدخل اسلم عليها مع الباب هذا وبجيك. السروق عارف من بيت الامير انه لا دخل مع الباب هذا ونطق مع الباب الثاني، ولا ما له دخل بحريم الامير ابد ابد. المري عن طهارة قلب قام وفك الحديد وقعد الحديد قدام المري، قعد قدامه. الامير جاء مرضية، يوم جاء ولا الحديد مقعد ولا الرجال ما هوبه. قال فهد، ولا عليهم اسود برد شوي، وقتهم وقت بارد مثل ما تقول وقتنا ذا او ابرد، والمري عليه عباته. يا فهد، قال سم. قال الرجال وينهم؟ قال الرجال قال لي كذا وكذا وكذا. قال لي عقب يعقب الحمار، والله ما له علاقة بحريمي كلهن، ويقحص الامير ويدخل البيته. قام دخل البيت جاكم احد مركم احد؟ قالوا ما شفنا احد. وهو ينكس الفهد، يا فهد يا فهد، ابوك كيف تطلد الرجال عقب ما مسكناه؟ انت وانت 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 ولا والله يوم قام يحط عليه على ما يقولون الاولين ما حط بدي على اجمله. قال هي هي يا الامير، المريه عفاريت مثل ما قلت لك عن امير شو اسمه مري المهد، هذا اعظم من مري المهد. هي هي يا الامير لا تزعل لا تزعل، انت شفت عباتي هذه؟ حط عباته كذا. انت شفت عباتي هذه؟ قال اي شفت عباتك وشفتك انت مع عباتك بعد. قال والله انت ان الرجال زادني هنيا. اركد اركد اركد، يقولوا للامير اركد. عندك فانوس؟ قال اي وش تبي بالفانوس؟ قال عطنا الفانوس بس. ويعطيها الفانوس، يوم عطى الفانوس ويطلع المري. قال وين بابك يا الامير؟ قال هذا بابي. شوف ويلقى جرته ويتبعه يتبعه يتبعه لين نصى شعبه، رجع المحله الاول. علم الامير، قال الرجال راح لشعبه. قال هذا المشكل، من يبي يجيبه عاد من شعبه؟ شعبه جبل من دخله ما يدري وين، على ما يقولون انا ابرال شعبه وشعبه تبرالي. تبير وشعبان كلها أودية منا ومنا ومنا وجبال منا ومنا معروفة عندها النجد. أصبح الصبح، يا ما أصبح الصبح يحطون الحديد برجلين الشايب. يقوم المري ويقص الجرة بالنهار لين دخل بشعبة. يوم دخل بشعبة وهو ينكس، المري ما يعرف شعبة، وخلاص صارت حصيان ولا ما ابو جره. نكس، حطوا الحديد برجلين الشايب مثل ما قلت لك. يا ولد اخوانه وينهم اخوانه؟ المهم قال خلوا اخوان، رجل الديس تجيب الديس، ابلع والعافي بس، يبون يجون اخوانه اليوم ولا باكر. داريا واخوانه ثاني مره وراحوا وجابوه، جابوه هم متانه. يوم جابوه حقوا قمعوه، يا ابن الحلال يا ابن الحلال، يا منا يا منا يا من. قال مرة ما عندي بنتك ولا اخذت بنتك، وش تروح لشعبة له انت؟ قال راح اتصيد واكل وترزق الله. قال ما تلقى ترزق الله الا بشعبة؟ جب البندق ازين لك. قال ما عندي بنتك. قال ما عندك بنتك؟ قال نعم. قال بسم الله. يقوم أمير ضريه ويكتب على المعاملة، وأنه هذا اللي صار وهذا اللي صار وهذا اللي صار، وشرح للإمارة بريدة القصة ورجعه هو يا المري. روحوا سجلوه ببريدة ولا سووا اللي تبون.
انا ما عندي قوه، ما عنده شرطه ولا عنده شيء ولا عنده امير ضريه، امير عادي يمكن ما عنده ولا خوي. المهم جو يطون ليلهم على نهارهم يوم يومين، امساهم الليل وانهوبوا بالبكريه ذي، ما دخلوا بريد، امساهم الليل بالبكريه. المري طبعا جهه رسميه ولازم يخاطب جهه رسميه، راحوا علم الامير امير البكريه وقال انا معي رجال، إن هذا وضعه هذا وضعه وهذا ومعي والحديد برجليه ومتهم انه سرق له بندق. قال له الامير يحييك، قهوه ام الامير وعشاهم واللي عليهم بخير. قال له امير البكريه تكفى، تبوا لي غرفه مصيونه، ما به درايش ولا به بيبان الا باب واحد بس، وانا دايخ ابنام. تقول له المري قال ابشر، قام وجهز لهم غرفه وعليهم بريد بعد، يمكن اعطاهم قطيفه ولا اعطاهم مضرب ولا اعطاهم، المهم انه دخلهم بهالغرفه. قال يا سك علينا سك علينا. المري طبعا معه بندق ومعه فرد، وقام توسد البندق والفرد طبعا ببطنه، ها نام توسد بندق ونام المري على طول من يوم وصل الأرض نام، هذا ما نام، وكل ما ياخذ شوي يا فهد يا فهد يا فهد انت وشلو سكن علينا يا فهد تكفى. وفهد نم نم نم، ومعك علم للاشتا طويل شوي، وكل ما ذا يا فهد يا فهد يا ما حلال نم يا ما حلال تعوذ من الشيطان نم. يوم صار الليل ليلين، راح من الليل ثلثين تقريبا وبقى ثلثه، وهو يجي لامه يا فهد يا فهد افتح لنا الباب خلى اشم الهواء يا فهد تكفى. وهو يقوم ولا معطيها الله عافيه هالمري، وهو يقوم بظلمه وهو يمسك الرجال بيديه، هم هم الحديد بيديه ويمسكه بيديه ويوميب ويوميب ويصبخ بهالجدر. نم يا حمار نم نم، نامت عليك الريح يا قليل الحياة اللي ما تستحي، دبلت سبدي واشغلتنا وغثيتنا وغثيت الحكومة ولهتهم يا الحرامي، والله اني اشوف بندك ملفوفة بخردة سوداء وملفوفة بشطب بشطاب شعبة يا قليل الحياة، هالحين اشوفه هالحين يقول اشوفه ملفوفة بخردة سوداء ما رجلك. قال هاي يا فهد ذبحتن ذبحتن ذبحتن، تكفى يا فهد تكفى يا فهد، ابشر بالبندق ابشر بالبندق ابشر بالبندق. قال ابشر بالبندق، قال ايه، قال نم نم، نامت عليك الريح ويهجد. يوم انه اصبح الصبح ويتقهون عند الامير يفطرهم على أمارة على أمارة بريدة، جو أمارة بريدة يوم جو يوم يومين اعترف الرجال وإن البندق عنده وإنه 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 وإنه، قالوا له يلا ارجع. رجعوه ثاني مرة من هو له الضرية، يوم رجع الضرية ويروح ويا وهو بحديده جود الحديد به، ما طلقوا الحديد من رجليه، يروح ويا واحد من اخوانه ويلقون البندق ملفوفة بخردة السوداء وبشطب من شطبان جبل شعبة. وش يدريه المري؟ وش يدريه؟ غريبة هالمرية ذول، وهم يسحبون البندق من الغارة والشطب ويجيبونه يسلمونه لمرضرية والمري موجود.
ويأخذون عليها التعهد أنه عند بندقوا عنده وذاك يرجعونه ثاني مرة لمرة بريدة. رجعوا السروق لمرة بريدة المرة الثالثة. عاد بريدة ما أدري عاد سجنوه وما أدري وش سووه. المهم أنه أخذ حقه من